بجهود مصرية قطرية، تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة ليوم آخر بنفس الشروط السابقة. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال عقب إطلاق نار بمستوطنة راموت بالقدس خلف 3 قتلى و7 مصابين. اليوم انطلاق مؤتمر المناخ COP28 بمشاركة دولية واسعة بدولة الإمارات. العشرة صباحا في القاهرة، مرحبا بكم في نشرة أخبار جديدة من النيل. نجحت جهود مصرية قطرية في تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يوما إضافيا حتى غد الجمعة، وتوصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية ومواصلة عمليات الإفراج المتبادلة عن المحتجزين لدى حركة حماس مقابل إفراج القوات الإسرائيلية عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. أكدت إسرائيل أنها تلقت لائحة جديدة بأسماء محتجزين من نساء وأطفال سيفرج عنهم اليوم في مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس. وبدأ سريان الهدنة في 24 نوفمبر، وكان يفترض أن تنتهي اليوم عند الساعة 7 صباحا، إلا أنها مددت في اللحظات الأخيرة. أفرجت حركة حماس عن دفعة سادسة من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إفراج إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا. استمرارا على نهج سابقتها، اكتصرت الدفعة السادسة من تبادل الأسرى والمحتجزين بين المقاومة الفلسطينية المسلحة وإسرائيل على النساء والأطفال من الجانبين. الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين ضمت 5 أطفال و5 نساء. الصليب الأحمر الدولي تسلم المحتجزين في قطاع غزة وسط حضور جماهيري قبل نقلهم إلى معبر رفح، حيث شوهدت سيارات الصليب الأحمر تعبر المعبر باتجاه مصر قبل تسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية لنقلهم إلى الداخل. وقبل الإفراج عن الدفعة السادسة من الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن 161 إسرائيليا لا يزالون محتجزين في القطاع، لافتا إلى إعداد قائمة بأسماء 50 معتقلا فلسطينيا للإفراج عنهم إذا وصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين. وفي وقت سابق أفرجت المقاومة الفلسطينية عن سيدتين روسيتين حيث سلمتا إلى الصليب الأحمر خارج اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة، وأطلقت استجابة لمطالب الرئيس الروسي. في المقابل أفرجت إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا هم 15 امرأة و15 طفلا. الأسرى الفلسطينيون وصلوا من سجون عدة إلى سجن عوفر غربي رام الله قبل إطلاق سراحهم. ولليوم السادس على التوالي تستقبل القدس أبناءها الأطفال المحررين من سجون الاحتلال، إذ استقبلت 6 قاصرات و2 سيدتين. وبتحرير 8 مقدسيين في الدفعة السادسة يصل عدد الأطفال المحررين في الصفقة من القدس إلى 51 والنساء إلى 24. ووفقا للجنة أهل الأسرى المقدسيين فإن نحو 65 قاصرا ما زالوا يقبعون خلف قضبان سجون بالإضافة إلى 4 أسيرات مقدسيات. أما بخصوص الأسرى المقدسيين من الرجال فيبلغ عددهم نحو 340 أسيرا يتوزعون على عدة سجون، منهم 42 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة. استشهد 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة. يأتي هذا في عقاب تنفيذ إطلاق نار في ضاحية راموت الاستيطانية بالقدس المحتلة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، ووقع الحادث عند محطة حافلات خلال ساعة الذروة الصباحية.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الهدنة في غزة تؤتي ثمارها وأنه يأمل في استمرارها. تصريحات بلينكين جاءت خلال زيارته إلى إسرائيل التي بدأها فجر اليوم والتي تعد سادسة منذ 7 أكتوبر الماضي ضمن جولة بمنطقة الشرق الأوسط. وسيلتقي بلينكين في القدس عددا من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما سيتوجه بلينكين إلى الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. يستضيف اليوم الأردن اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية وممثلي دول عربية وأجنبية. ومن المقرر أن يشارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في جانب من الاجتماع الذي يعقد في جلسات مغلقة ضمن مبادرة اجتماعات العقبة للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر. أقلعت صباح اليوم الطائرة الإغاثية 31 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش ومحملة 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. كما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية 24 من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. وقال المركز إن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 31 طنا وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من العريش معنا على الهواء مباشرة من العريش مراسلنا حمادة العربي. حمادة بعد التحية ماذا لديك من جديد فيما يخص يعني كل ما يخص الهدنة الإنسانية ودخول المساعدات الإغاثية واستقبال أيضا النازحين من غزة؟ محمد بعد التحية هناك استمرار لتدفق المساعدات على مدينة العريش وعلى معبر رفح منذ 6 صباحا ودخلت ما يقرب من 100 شاحنة إلى المعبر وهذه الشاحنات محملة بالمواد الغذائية ومحملة أيضا بالمواد الطبية والأدوية إضافة أيضا إلى وجود عدد كبير من المستلزمات المعيشية الضرورية في هذه الآونة إلى أهالينا في قطاع غزة بشكل كبير. يضاف أيضا إلى كل ذلك نحن في انتظار زيارة مهمة للدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي إلى مدينة العريش. يمكن هذه الزيارة تأتي في إطار زيارات متعددة لمسؤولين محليين وإقليميين ودوليين للاطلاع على المشهد هنا في مدينة العريش ومن ثم معبر رفح المصري وزيارة المصابين الذين يأتون تباعا إلى مستشفى العريش عبر معبر رفح. يضاف أيضا إلى هذا التنوع وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف الخاصة والتابعة للكويت وتابعة أيضا لتركيا والمملكة العربية السعودية في انتظار التصريح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يمكن كما تعلم هناك حاجة شديدة وماسة إلى المزيد من المساعدات وخاصة المساعدات الطبية سواء كانت تلك المساعدات في شكل سيارات أو مستشفيات ميدانية وهذا النداء الذي أطلقته وزارة الصحة الفلسطينية من داخل قطاع غزة التأكيد على ضرورة تشغيل المستشفيات الميدانية التي دخلت المعدات الخاصة بها إلى قطاع غزة ولكنها حتى هذه اللحظات غير جاهزة للدخول إلى العمل بشكل أساسي. أيضا من ضمن التصريحات والنداءات التي خرجت ضرورة الضغط على قوات الاحتلال لإمداد المستشفيات بالسولار أو الوقود بمعنى أدق
لأن حتى هذه اللحظات رغم الكميات الكبيرة التي دخلت إلى القطاع، إسرائيل ترفض إمداد المستشفيات بالغاز وإمدادها بالوقود لإعادة تشغيلها مرة أخرى. هناك نقص شديد في الأدوية، هناك نقص شديد في المواد الإغاثية التي تدخل إلى القطاع، لأن ما يدخل إذا تحدثنا عن أيام الهدنة وهو 200 شاحنة، الأيام الغير ذلك كان يدخل إلى القطاع ما يقرب من 500 شاحنة يوميا، إضافة إلى ذلك الوضع الطبي والصحي والغذائي المتردي لأهالي القطاع. هذه الكميات لا تكفي نهائيا إلى أهالينا في قطاع غزة، حيث أن ما يقرب من 1,400,000 مواطن فلسطين هم نازحون من شمال القطاع إلى الجنوب. وأيضا التأكيد على ضرورة إمداد الشمال بالمساعدات، وإن كانت هذه المساعدات تلقى أحيانا بعض الاعتراضات من قوات الاحتلال وأحيانا يتم إطلاق أعيرة نارية، لكن هناك ممارسات ضاغطة سواء من الجهات والوساطة المصرية القطرية وكذلك من الولايات المتحدة لمحاولة إقناع إسرائيل بإمداد قطاع غزة بالمزيد من المساعدات. اليوم هو اليوم السابع لهذه الهدنة، والذي جاء تمديده في الساعة صفر أو قبيل بداية يوم جديد، حيث أن الهدنة تنتهي في السابع صباحا من كل يوم. اليوم فوجئنا قبل الساعة السابعة بقليل الموافقة على قرار تمديد الهدنة ل 24 ساعة فقط، مما يجعل الأمور يعني على المحك بصورة كبيرة سواء للفصائل الفلسطينية وحركة حماس أو لقوات الاحتلال عما سوف تسفر عنه الأيام القليلة القادمة، وإن كنا نتحدث عن الغد بالتحديد. نعم، شكرك، شكرا جزيلا مراسلنا حمد العربي، كنت معنا على الهواء مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن مصر ترفض بشكل قاطع كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. تؤكد مصر مجددا أمام مجلسكم الموقر رفضها الكامل لأية نوايا أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 67، وتحذر من تأثير هذا التوجه على السلم في المنطقة بأسرها، وتدعو المجتمع الدولي للوقف بقوة أمام جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى ذلك. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن إسرائيل تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال عملية تهجير قسري. سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي ما زالت هدفا لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها، ويحدث ذلك دون أن ينهض المجتمع الدولي للحيلولة دونه كما تقاعس في السابق مرارا وتكرارا. يطالب مواطنون فلسطينيون بقطاع غزة بضرورة التوصل لحل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وليس مجرد الحديث عن هدنة. على مشارف مدينة خان يونس في قطاع غزة، قال سكان حي أبو طعيمة عندما عادوا إلى منازلهم ليجدوا أن حيهم قد دمرته القنابل، إن القطاع بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار وليس مجرد تمديد للهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية المسلحة. وفر سكان من المنطقة الواقعة على الطرف الشرقي للمدينة مع بداية الحرب، ولم يعودوا حتى الهدنة التي دخلت يومها السادس الأربعاء. المنطقة كانت موطنا لنحو 5,000 أو 6,000 شخص قبل الحرب، أصبحت أثرا بعد عين، فكل شيء عبارة عن مبان مدمرة وأكوام من الركام تمتد على مرمى البصر. بدأت الحرب في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلو حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1,200 شخص واقتياد حوالي 240 رهينة من جميع الأعمار إلى قطاع غزة. ووفقا لسكان كانت الحياة صعبة حتى قبل الحرب بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ عام 2007، ليجدوا أنفسهم الآن بعد عمر طويل بلا مأوى ومشردين بين الأطلال. كانت إسرائيل قد طلبت من الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة من بداية هجومها
الانتقال إلى جنوب القطاع الذي يضم خان يونس وضواحيها. ومع ذلك قصفت القوات الإسرائيلية الجنوب أيضا، ولسان حال سكان القطاع هو عدم الحديث عن هدنة بل إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فبعد كل عملية إعمار والتقاط الأنفاس يجد فلسطيني غزة أنفسهم أمام حرب تقلب معيشتهم رأسا على عقب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة، وجه بمواصلة العمل على تطوير برامج ومشروعات بما يعزز من قدرة اقتصاد مصر على مواجهة تحديات إقليمية ودولية راهنة. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطن من الآثار السلبية لتلك التقلبات، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي. تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمشار إليه اختصارا بكوب 28. يسعى كوب 28 إلى تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة وتطوير آليات التمويل المناخي وتحسين سبل العيش. على مدار 13 يوما تأتي استضافة الإمارات النسخة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمشار إليه اختصارا بكوب 28. الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمؤتمر تقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 من نوفمبر حتى 12 من ديسمبر 2023 تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل بحضور قياسي متوقع يتجاوز 80,000 شخص. المؤتمر يضم 197 دولة موقعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى خفض الانبعاثات قبل عام 2030 فضلا عن وضع مسألة تمويل مكافحة التغيرات المناخية حيز التنفيذ بشكل أكثر فعالية. يسعى كوب 28 إلى تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة وتطوير آليات التمويل المناخي وتحسين سبل العيش، كما أنه من المقرر أن يناقش المخاوف المتعلقة بضمان أمن الطاقة وارتفاع الطلب على الوقود التقليدي وتفاقم الكوارث المناخية. كذلك يناقش المؤتمر أزمة الغذاء العالمية والنمو السريع للطاقة المتجددة وقلة الدعم الموجه للدول الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ، حيث سيشكل كوب 28 فرصة لإجراء أول تقييم عالمي لاتفاق باريس الذي تم التوصل إليه عام 2015 بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتحظى مؤتمرات كوب باهتمام عالمي كونها تجمع قادة العالم لإجراء محادثات سنوية لمناقشة تداعيات أزمة المناخ التي تتفاقم كل عام. كانت مصر قد استضافت الدورة السابقة كوب 27 في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر 2022، وانتهى المؤتمر إلى التوصل لاتفاق يهدف إلى توفير تمويل لتعويض الخسائر والأضرار للدول الأكثر تأثرا بتداعيات المناخ. يتوجه غدا الجمعة المصريون بالخارج إلى صناديق الاقتراع للمشاركة على مدار 3 أيام بانتخابات رئاسية يتنافس فيها 4 مرشحين. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أنهت كافة استعدادات تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج والتي ستجرى في 137 سفارة وقنصلية بسائر أنحاء العالم. ومعنا على الهواء مباشرة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مراسلة النيل ولاء الحديني. ولاء، بعد التحية، ما الجديد لديك من خلال متابعتك لما يسبق اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين في كل مكان. بالفعل انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من استعداداتها وإجراءاتها لتنظيم عملية الانتخابات في الخارج يوم الأول والثاني والثالث من ديسمبر. الانتخابات ستجرى كما ذكرت في 137 سفارة وقنصلية داخل 121 دولة. الانتخابات أيضا ستبدأ منذ الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في الخارج في كل دولة حسب التوقيت المحلي في هذه الدولة. الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت في بيان لها من قبل أن لكل مواطن موجود خارج البلاد حقه الدستوري والقانوني في الإدلاء بصوته، سواء كان موجود لفترة وجيزة في الخارج أو مقيم في الخارج. أيضا الاستعدادات والإجراءات للهيئة الوطنية للانتخابات تمثلت في عدة إجراءات، منها التشغيل التجريبي للأجهزة وللأجهزة التي تستخدم في عملية الانتخابات، وأيضا هناك مقابلات افتراضية مع عدد من السفراء في السفارات خارج البلاد أثناء عملية الانتخابات. سيتم خلالها مناقشة ضوابط ولوائح العملية الانتخابية، وأيضا مناقشة كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالجانب الفني والتنظيمي والقانوني والإداري الخاصة بالعملية الانتخابية. أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد نظمت محاضرات في وزارة الخارجية للمبعوثين في الخارج من رؤساء اللجان الفرعية للحديث عن ضوابط العملية الانتخابية وجميع الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية والإدارية للعملية الانتخابية. الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد وضعت عدة ضوابط للتنظيم العملية الانتخابية، والتي تمثلت أولها في عدم السماح لمن لم يستخرج بطاقة الرقم القومي بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأيضا على الناخب تقديم بطاقة الرقم القومي وتكون هذه البطاقة سارية للإدلاء بصوته، وأيضا تقديم جواز السفر ويكون أيضا ساري. أيضا لا يحق للمواطن المصري أن يدلي بصوته مرتين سواء في الداخل أو في الخارج. مرحلة الصمت الانتخابي كانت قد بدأت أمس الأربع واليوم، وهذه المرحلة أيضا التي يقوم فيها المرشحين بالصمت الانتخابي عن الدعاية الانتخابية، والتي تمثلت في الظهور في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وأيضا اللافتات والبوسترات في الخارج. أيضا كان هناك ضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات عن هذه الدعاية، والتي تمثلت أيضا في عدم استخدام الشعارات الدينية وما يمس بوحدة المجتمع وسلامة المجتمع. نعم. شكرا جزيلا ولاء الحديني مراسلة النيل، كنت معنا
من مقر الهيئة العامة للانتخابات. شكرا جزيلا لك. نظم حزب حماة وطن مؤتمرا جماهيريا دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسوان. استقبل قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية المرشح الرئاسي فريد زهران. وقد شدد قداسة البابا توادروس الثاني خلال اللقاء على أن الكنيسة المصرية تقف على مسافة واحدة من كل مرشح الرئاسة المصرية. يعقد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة غدا الجمعة مؤتمره الانتخابي الرابع ضمن سلسلة مؤتمراته التي يعرض فيها برنامجه الانتخابي. كان المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حدد محاور رئيسية تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي. هذا ويعقد المرشح الرئاسي حازم عمر اليوم مؤتمره الانتخابي الثالث. كان المرشح الرئاسي قد التقى وأعضاء حملته أعضاء أمانة المجالس المحلية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الحملة المركزي بالقاهرة الجديدة. يواصل المتحف المصري الكبير استقبال زواره بشكل تجريبي. وقد أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير أنه بدءا من الأول من ديسمبر سيتم إضافة الدرج العظيم إلى مسار الزيارة التجريبية. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من المتحف المصري الكبير مراسلنا أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية، ما هي التفاصيل لديك بشأن يعني قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وإضافة الدرج العظيم إلى مسار الزيارة التجريبية في المتحف؟ بالفعل يمكن منذ الصباح ويعني وصل المئات من المصريين والعرب والاجانب الى المتحف المصري الكبير في اطار التشغيل التجريبي لهذا المتحف. يمكن بنتحدث عن عده اماكن فقط هي التي تم افتتاحها للتشغيل التجريبي، ابرزها الساحه الاماميه التي تظهر في هذه الخلفيه وهي ساحه المتحف المصري الكبير والتي تضم مسله الملك رمسيس الثاني. ويمكن هذه المسله يمكن تم نقلها من منطقه صان الحجر وتم تجميعها وتركيبها لتظهر في اسفل هذه المسلة الخرطوشة الخاصة بالملك رمسيس الثاني. بعد ذلك يتوجه الزائر من هذه البوابات الخاصة بالمتحف المصري الكبير إلى داخل البهو العظيم ليستقبله في هذا المكان تمثال الملك رمسيس الثاني ومن ثم عمود الملك ميرم بتاح. وبعد ذلك المكان الجديد الذي تم إضافته إلى الزيارة وهو الدرج العظيم ويضم يمكن نحو 90 قطعة أثرية كبيرة الحجم يتم عرضها بشكل يعني يظهر يعني جمالية هذه التحف الأثرية وهذه القطع الأثرية التي تم اختيارها بعناية من جميع المحافظات المصرية. بعد ذلك هناك يعني شركة الإدارة والتطوير التي تقوم على الخدمات في المتحف الكبير تنظم معرض لتوت عنخ آمون. هذا المعرض يعني هو معرض يقوم على البعد الثلاثي ويقوم بتوفير رحلة زمنية لكافة الزائرين المتحف المصري الكبير عمرها يمكن 3400 عام، يقوم بخلالها ب التعرف على اساطير هليوبلس وحتى يعني اكتشاف مقبره توت عنخ امون. يمكن توت عنخ امون لديه قاعتين في هذا المتحف، سوف تستغرق الزياره لهاتين القاعتين نحو ساعتين. ايضا هناك فيما يخص الاعمال الانشائيه الخاصه بالمتحف المصري الكبير نتحدث عن وصول كافه الاعمال الانشائيه لنحو 99%، يمكن تم الانتهاء من كافه الاعمال الهندسيه والانشاءات في هذا المتحف، لكن يتبقى النسبه البسيطه وهي 1% وهي الخاصه باعمال العرض المتحفي داخل القاعة. بنتحدث عن يمكن نحو 5400 قطعة أثرية سوف يتم وضعها في قاعتين خاصتين بالملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى القاعات الزمنية الأخرى التي يجري تثبيت القطع الأثرية بها الآن. هناك أيضا يعني متحف جديد تم إنشاؤه بجوار هذا المتحف وهو متحف مراكب الشمس. هذا المتحف يمكن تم الانتهاء أيضا من أعمال المباني والإنشاءات الخاصة بهذا المتحف ويجرى الآن أعمال التشطيبات، وسوف يضم هذا المتحف مركب خوفو الأولى
الأولى التي تم نقلها من منطقة الأهرامات منذ يعني فترة قريبة، بالإضافة إلى مركب خوفو الثانية التي تم يعني اكتشافها بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية الجايكا، ويتم تجميعها الآن داخل هذا المتحف. لذا يعني بعد افتتاح هذا المتحف سوف يرى الزائر إلى متحف مراكب الشمس المركب القديمة معروضة بشكلها وبهيئتها الكاملة، وأيضا يتم تجميع المركب الثانية. بتحدث أيضا عن هذا المتحف سوف يستقبل أعداد كبيرة نظرا لأن مساحته بتصل إلى 490 ألف متر مربع، وبيضم العديد من القاعات والمناطق الأثرية المختلفة. فهناك يمكن هذه الهدية يعني التي تعد أكبر هدية للإنسانية جماعة ينتظر افتتاحها خلال الشهور القادمة بعد الانتهاء من كافة أعمال سيناريو العرض المتحفي، وأيضا الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية التي لا تزال في يعني مراحلها النهائية داخل المتحف المصري الكبير. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا على هذا العرض والمتابعة، مراسلنا من مقر المتحف المصري الكبير أشرف مبارك، شكرا جزيلا لك. وختام النشرة مشاهدينا الكرام تذكرة بأهم العناوين. بجهود مصرية قطرية تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة ليوم آخر بنفس الشروط السابقة. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال عقب إطلاق نار بمستوطنة راموت بالقدس خلفت 3 قتلى و7 جرحى إسرائيليين. اليوم انطلاق مؤتمر المناخ COP28 بمشاركة دولية واسعة بدولة الإمارات. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.